إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم امين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيله الشيخ سامي السرساوي من علماء الازهر الشريف. اهلا ومرحبا شيخي كريم. رحب الله بكم، واصلح الله احوالنا واحوالكم، وغفر الله لنا واياكم وجميع المسلمين، ورفع الغمه عن امه حبيبه ومصطفى. اللهم امين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم توفيت والده زوجه فضيله الشيخ شعبان درويش، صلى الله عز وجل ان يرحمها وان يغفر لها وأن يتغمدها برحمته وأن يسكنها فسيح جناته. نعم شيخي الكريم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لها وأن يعفو عنها وأن يجعلها من أهل الجنة وجميع موتى المسلمين. نقول لشيخنا الكريم الأخ الكريم الفاضل الشيخ شعبان، لله ما أعطى ولله ما أخذ، فلتحتسب ولتصبر واحتسبوا أجركم ومصابكم عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله لها الرحمة والعفو والمغفرة، وسائر أموات المسلمين أن يلحقنا بهم على خير وألا يفتننا بعدهم، اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. نبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك، وننتظر اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ سامي السرساوي من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. أخت اتصلت يعني على هاتف الشيخ الكريم وسألت سؤالين. السؤال الأول تسأل عن حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله من الدنيا إلا من ثلاث، والحديث فيه صدقة جارية. سمعت من البعض أنه لا يجوز لأحد أن يجعل صدقة جارية لأحد قد توفي، لأن خلاص صحيفة الأعمال قد انتهت. فهل هناك صدقة جارية الأبناء يستطيعون أن يفعلوها لأبيهم أو لأمهم أو لأحد من المسلمين؟ وما الدليل على ذلك يا شيخ الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، الله أسأل أن يحسن ختامنا أجمعين، وأن يجعلنا من السعداء المنعمين الفائزين دائما وأبدا في الدنيا والآخرة، اللهم أمين يا رب العالمين. فأقول للسائلة الكريمة من قال لها ذلك ضيق واسعة، فالأمر فيه سعة بفضل الله تبارك وتعالى، والحديث لفظه عام، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها صدقة جارية. الأصل أن الإنسان يصنع الصدقة لنفسه من ماله قبل وفاته. هب أن الإنسان قد شغل عن ذلك وشغلته دنياه، هل يجوز لأبنائه وأصدقائه وأحبابه أو أقربائه أن يقوموا بعمل هذه الصدقة من مالهم الخاص وليس من ماله؟ هب أن رجلا، طيب ناخذ الاتصال. أستاذ عباس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضل أخي كريم. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ يا مرحبا، حفظك، تفضل. والله أحبكم جميعا في الله. الله يحبك ويحفظك، أحبك الله تعالى. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب قناة الندى وأن يجعلها دائما متلألئة، وأن يديمها علينا، وأن يعين القائمين على شؤونه، ويعين العاملين فيها، ويوسع عليهم في الدنيا والآخرة. يا رب. آمين. نحن أنت وجميع المسلمين. آمين. أنا عندي سؤالين لو تكرمت يا أستاذ. تفضل يا فندم. السؤال الأولاني، يعني الوقت جاي عيد النصارى، أو هنا الناس بيقولوا المسيحيين، المهم الناس دي طبعا يعني بنتعامل معاهم يعني، وفي حياتنا بيقولوا لنا كل سنة وانتم طيبين،
وجيراننا ومعاملتنا معاهم طيبه ومعاملتهم معانا طيبه. تمام. يعني او في يعني منهم اللي هم بنعرفهم معاملتهم طيبه معانا. فلما بيجي الاعياد ديت الاراء اختلفت قوي في حكايه ان انا اقول له كل سنه طيبه وانه بالعيد او مثلا ربنا يعود عليك كل يوم بخير او الكلام ده كله. ففيها سنه مثلا نقول لهم وسنه مثلا بنسمع كلام تاني ما نقول لهمش. وبيبقى الواحد محرج وتخبى منهم. تمام. انا عايز اعرف بس السؤال الثاني وصل هذا اخي الكريم السؤال الثاني. السؤال الثاني في واحد لما جاء كان معاه مبلغ لما جاء يطلع على المعاش فعمل وقف بعد الوفاه يعني وهو عايش ياخد الربح بتاعه او الربح بتاعه يعني مصرف اسلامي الارباح بتاعته بياخدها وهو عايش يعني عشان تعينه على امر معيشته. لكن بعد ما يتوفى كل الوقف والارباح والكلام ده بتروح لجمعيه خيريه. هل له ورثه؟ نعم. له ورثه؟ له زوجه وابناء؟ لا ليه زوجه ومالوش ابناء بس الزوجه تعرف بكده والزوجه كمان عامله بكده يعني. طيب ما شاء الله ربنا يعطيهم العافيه والصحه. الله يخليك. خلاص واضح. طبعا معلش يعني وبعد فتره مثلا من فترات الامور ما بقتش زي الاول. وبعدين غير الامور ما بقتش زي الاول اللي خلاني اسال السؤال ده ان طبعا السلطات قامت امنت الجمعيات دي وجمتها ما عادتش زي ما كنا مثلا ايه عاملين الوقف لها. يعني هي استولت على الاموال اللي فيها واستولت على الشباب. طيب هو عايز يرجع عن النيه دي مش كده؟ عشان الوقت يا عم عباس معلش وفي حد تاني على الاتصال على الهاتف. السؤال هو يريد لتغيير الظروف او ان يعود عن هذه النيه وعن هذا الوقف مش كده؟ حاضر. هل ده حرام؟ حاضر يا عم عباس في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ رمضان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم استاذ رمضان معانا ولا انقطع الاتصال يا استاذ اسامه؟ طيب عاود الاتصال ونعتذر عن اطاله يا اخي الكريم. نعم شيخ كريم ما زلنا نتكمل يعني السؤال الذي هذا. كنا بصدد الاجابه عنه. هب ان انسانا فقيرا مسكينا لا مال له هل يحرم فضل هذا الحديث اذا قام ابناؤه بعد وفاته بعدما وسع الله عليهم فعملوا صدقه جاريه لابيهم او قام احد محبيه ممن وسع الله عليهم فعمل هذه الصدقه هل هذا يحرم ولا ينتفع بهذا الكلام؟ هذا هو الفهم المغلوط. من يريد أن يخصص حديثا للنبي فعليه أن يأتي بنص المخصص يعني لا يخصص نص إلا بنص ولا يوجد هذا التخصيص. وأقول ينتفع الميت بالصدقة الجارية سواء قام بعملها لنفسه من المال هو الأصل أو قام أحد أبنائه بعملها أو أقربائه أو حتى أحبابه ممن وسع الله عليهم وهذا ما يطمئن القلب إليه حتى لا يحرم الناس فضل الله لأن الله فضله على الناس واسع وكريم. جزاك الله خير شيخي الكريم. سؤالها الثاني عن الظن بالله سبحانه وتعالى وعز وجل. هي تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ولكن أحيانا إذا لم توفق إلى شيء تتهم نفسها إنها يعني إن الله عز وجل لم يقبل منها فهل هذا فيه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى شيخي الكريم؟ أقول للسائلة الكريمة علينا جميعا أن نتعلم الأدب مع الله فعلينا أن نطلب بأدب وعلينا أن نلح في الدعاء فهو الكريم سبحانه وتعالى فإذا ما تحقق ما أردنا فنحمد الله على فضله ونعمته الذي تتم بها الصالحات فإذا لم يتحقق ما أرادته النفس فإن الله قد أراد بنا الخير أردت أمرا وأراد الله خيرا منه فيجب علي في كلا الحالتين السمع والطاعة وألا أجزع وأقول ما دام الله سبحانه وتعالى لم يقبل مني فقد غضب علي فهل اطلعت الغيبة أم اتخذت عند الرحمن عهدا لا هذا ولا تلك إذن علي فقط آخذ بالأسباب وأطرق الأبواب وأن يكون مطعمي من الحلال وأن ألح على سيدي بأدب واحترام وحسن ظني أنه لن يردني فإن لم يقضيها لي في الدنيا فقد ادخرها لي في الآخرة
وإني سأجد أجرها وثوابها ومتعتها يوم العرض على الله، يوم لا يجد الناس المال ولا البنون إلا من أتى الله بالقلب السليم. ساعتها يتمنى العبد كما قال النبي في جزء من حديث صحيح، يتمنى عمره لو دعا ولم يقبل الله منه. صلى الله عز وجل أن يرزقنا حسن الظن به. آمين يا رب العالمين. الأخت أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد، بارك الله في عمرك وفي القناة. وفي عمرك بارك الله عز وجل. تفضلي يا أختنا، الله يرضى عنك. وبارك الله في شيخنا، ربنا يديله الصحة والعافية يا رب. جزاكم الله خيرا. آمين يا رب، آمين. فرضه لنا. أنا بدعم القناة إن شاء الله، وربنا يبارك لنا فيها يا رب. وبقول لحضرتك، في أخت أعرفها ظروفها وحشة جدا جدا، وهي كانت عايزة حد يعني يتكفل بيها شهريا أو مبلغ، وكانت محتاجة تلاجة بس هو كده. وعايزة أسأل سؤال لو سمحت. أنا النتيجة بيبقى مكتوب فيها آية قرآنية وأنا مستحرمة إن أنا أرميها، أعمل فيها إيه؟ النتيجة جزاك الله. نعم. أيوة. ورقة ورقة ولا نتيجة الغلاف نفسه؟ الغلاف نفسه، الكرتونة نفسها. طيب. حتى أنا بحاول إن أنا أكحتها وكده فما بتطلعش، وأنا مستحرمة أرميها، أعمل فيها إيه؟ حاضر. طيب، جزاك الله خيرا. وإياك. آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. فأمان الله يا أم محمد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا أستاذ عباس يسأل سؤال ربما يكون متكررا كثيرا شيخي الكريم في هذه المناسبات وهذه الأوقات وهذه الأيام. أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أم محمد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لا، ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ ممكن أسأل فضيلة الشيخ سؤال لو سمحت؟ تفضلي يا فندم. نعم، هاتي السؤال. اهلا ومرحبا. طب دلوقتي حضرتك كان دلوقتي في يعني عايز افهم، عايز اعرف مثلا الخشوع في الصلاه، قله الخشوع في الصلاه دي مضايقاني جدا يعني، فمش عارفه السبب ايه، كنت عايز اعرف يعني ايه السبب. ربنا يرزقنا وياك الخشوع في الصلاه. امين يا رب العالمين. فامان الله يا ام محمد. نعم، هذا السؤال المتكرر. لنا جيران يعيشون معنا ونعيش معهم، هل لنا أن نقول أو أن يقول أحدنا له في أعيادهم كل عام وأنت طيب أو ما شابه ذلك شيخي الكريم؟ أقول للأحبة الكرام، مشكلتنا أننا نخلط الأمور خلطا كبيرا للأسف الشديد. هناك هذه عقيدة ينبغي أن نتفق عليها، عقيدتنا ما تأمرنا به، لا ينبغي أن نخلط الأمور كما يصنع كثير من المطبلتية، سمحوني أن أسف في التعبير. هناك فرق كبير بين أن نحسن إليهم وأن نبرهم وأن نقسط إليهم وأن نتعامل معهم ما لم يهينون عقيدتنا أو يتطاولوا علينا. جار لي غير مسلم له علي حق الجوار، أن أكون إلى جواره قدر استطاعتي وفي حدود طاقتي، هذا من تعاليم الإسلام وهذا ما دعانا الإسلام إليه، وبين أن أقر عقيدته. فأنا كمسلم هو بالنسبة لي كافر، والعكس. والعكس، أنت لو سألت أي قسيس أو أي إنسان غير أو حتى يهودي أو أي من كانت ديانته، المسلم في نظره كافر، وإن قال غير ذلك فهو نصاب كبير. طب هو ممكن يقول أنا ما بقولش إنه هو كافر، أنا بقول إنه هو غير مؤمن. ده في حوار مع أحد الجيران. إحنا بنسميه تلاعب الألفاظ. واحد زائد واحد بيساوي اثنين. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا كده في القرآن، إن الدين عند الله الإسلام، خلاص الأمر واضح. ومن يبتغي فلن يقبل منه فهو في الآخرة من الخاسرين. طب لم يقبل منه بإزاي يعني؟ عايزين نقف شوية بس. فأنا بنقول لإخواننا بلاش نخلط الأوراق. أنا بدي أسأل بس إخواننا المسلمين، هل رأيتم في عيد الأضحى غير المسلم أيا من كان، نصراني يهودي شندي هندي بوذي أيا من كان، هل رأيتم واحدا أتى بكبش وذبحه كما يفعل المسلمين؟ لا طبعا. لماذا؟ ليس لهم صلة. لماذا يعني لا يشطرنا في أعمالنا يا أخي؟ أليست هذه وهي مش علينا فرض، أليست هذه من أعمال المسلمين وهو عيد من أعيادنا؟ لكن احنا مشكلتنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه خلفه. لا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك، لكن أحسن إليه هذا واجب الإسلام،
حسن المعاملة. نعم. رجل عنده مشكلة وعنده مصيبة أتقدم وأساعده بالمال، هذا هو ديننا، فلا تخلطوا بين الأمور. هذه عقيدة. أنت لو جئت بأي إنسان منهم وقلت له تعال صلي معي الجمعة واجلس معي اسمع خطبة الجمعة للشيخ، لن يسمعها. يعني إذن هو يحترم عقيدته، فعلي كمسلم أن أحترم عقيدتي. سؤال يطرح نفسه، البعض يسأل كثيرا هل يجوز أن يتزوج المسلم من غير المسلمة من الكتابيات وما شابه ذلك؟ لو كان له زوجة يهودية أو نصرانية وفي يوم كهذا في عيدها، هل يقول لها كل عام أنت بخير ولا يطرح هذا جانبا ولكن بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟ الحمد لله رب العالمين. سلام للشيخ بالله عليك. يا مرحبا، ربنا يرضى عنك. الله يصلح حالك. حضرتك عروض التجارة تحسب بسعر البيع ام بسعر الشراء؟ ايوه نعم، السؤال ايه؟ عروض التجارة. عروض التجارة تحسب بسعر البيع، يعني السعر اللي انا ببيع بيه ام السعر اللي انا مشتري بيه جملة؟ تمام؟ ده سؤال. حضرتك السؤال الثاني، ما هو صفة الفقير الذي يستحق الزكاة؟ ما هو صفة الفقير الذي يستحق الزكاة؟ يعني ما صفة الفقير الذي يستحق الزكاة؟ طيب حضرتك سؤال ثالث معلش، مبلغ في شخص مدخر مبلغ للزواج فهل عليه زكاة؟ هو يعني المبلغ عدى النصاب يعني، بس هو مدخر للزواج يعني الذهب او الفرشة او كده. حضرتك سؤال رابع معلش، كان هناك مبلغ في البنك لحق الورثة، تمام؟ نعم. هناك مبلغ في البنك لحق ورثة، فهو يعني استرد المبلغ عن طريق محامي وكده، وأعطوا أتعاب المحامي من الفوائد اللي هي الربوية، فهل هذا فعل صحيح أم يعطوه من أصل المبلغ؟ يعني هم تخلصوا من الفوائد وأتعاب المحامي كده، أتعاب المحامي كده من الفوائد، فهل هذا صحيح أم يقربوا بداله وماذا عليهم؟ حاضر. وبالله عليك الشيخ سامي دالي يعني زوجة صالحة يا ربي، زوجك يا رب يسر حالك بأمان الله، ربنا يصل لك أمرك حبيب الغالي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال الأستاذ عباس الثاني، مبلغ المعاش. قبل أن ندخل إلى السؤال الثاني، النقطة الذي طرحتموها فيكم موضوع مهم صحيح. من هي الكتابية؟ من هو الكتابي؟ ما هو إذا أردت أن تنقش أثبت العرش، يعني أنا عايز أعمل هنا ديكور وفي سقف ودماغي هعمل إيه؟ فلازم نحط نقطة على الحروف. من الكتابي؟ الكتابي الذي يعترف بوحدانية الله، الله يشترك معنا أن خالق هذا الكون هو الله، هذا هو الكتابي. طب من قال أنه هو أن المسيح هو الله أو ابن الله أو جزء من شركة ثلاثية تدير هذا الكون إلى آخر هذا الذي نسمعه؟ هذا ليس كتابي، هذا كافر بنص القرآن، ولا يصلح الزواج منه. أمر واضح، لكن احنا مشكلتنا بنخلط السمك. يقول لك الآية صحيحة، ما نقول لك حط مين هو الكتابي، والعلماء علمونا كده. يبقى إذا الكتابية التي يحل لنا أن نتزوج منها اللي هي بتقول لا إله إلا الله، لكنها تختلف معنا في الاعتراف بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن سألتها عن عيسى قالت هو عبد الله ورسوله. هذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه. الأمر الثاني، ديننا عندما علمنا في الزواج ماذا قال لنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. في بنت ديني وعقيدتي المسلمة تنكح المرأة لأربعة، لمالها، جمالها، حسبها، دينها. اصفر بذات الدين تربت يداك، التصقت وافتقرت بالتراب. رغم انه عدد الامور اللي النفس يعني تطمع فيها وتذهب اليها، حسب ونسب ومال وجمال، في الاخر قال لي الدين اللي احنا النهارده نسأل الله العفو والمعافاه، فمحتاجين نفوق يعني، الله يصلح حالنا وحالك. لكن يجي النهارده يقول لي، نقول له هداك الله. امين يا رب العالمين. ونؤكد على حسن المعامله طبعا. طبعا تمام، جزاكم الله خير. اخلاق ديننا صحيح. مبلغ للمعاش، ولعل الاستاذ عباس يسأل عن ان في حد اوقف هذا المبلغ يعني بعد وفاته وقفا لله عز وجل، لكنه يستفيد منه في حياته، ولكن يبدو أن النية تغيرت للظروف التي طرأت على بعض الجمعيات، لأنه كان هيطرحه للجمعيات هذا الوقف، فهل له أن يعود يعني هذه النية ولكن بعد هذا الاتصال؟ من معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد أهلا ومرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد تفضل. أحبكم في الله. أحبك الله يا أحمد. تنافي تفضل يا فندم. لو سمحت، أنا كان جاي لي شغل في دولة أوروبية. فكنت الشغل في فندق،
فكنت عايز اعرف هل الشغل المرتب الراتب بتاعه حلال ام حرام، وهل ده الشغل ده هيبقى موالاه للكافرين؟ بس وجزاكم الله خيرا. وياك فهمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ الكريم، هل له أن يعود عن هذه النية شيخ الكريم؟ أقول للسائل الكريم بداية، إن كان له ورثة فلا يجوز له أن يقف أكثر من الثلث. هو له زوجة وعملت مثله، لا يجوز إن كان له ورثة. ومعنى ورثة النهاردة ليس من الشرط يكون عندي أولاد، إخواتي ربما كان تصرفي هذا، إنما هو أحرم أصحاب الفروض الذين حددهم الله تبارك وتعالى، هذا تصرف مرفوض شرعا، فإن فعل فوقف هذا لا يقبل إلا في حدود التلت فقط لا غير. فإذا عدم الورثة، وهذا أمر يعني أصعب المنال شويتين، جاز له أن يوقف مال كله للجماعات الخيرية، بس إمتى؟ مفيش ورثة. طيب هنا نقول يريد أن يغير نيته، هذا وقف لله، الوقف لله لا يجوز الرجوع فيه، لكني أجوز أنني أنقله من مكان لمكان. يعني أنا حددت لهذه الجمعية فوجدت مثلا، مع احترامي لكل الناس، أنها غير أمينة أو عندها بزخ في الإنفاق أو أنها مكتفية، وهناك من هو أفقر وجمعية أخرى يعني نشاطها أوسع ويتقون الله في الصرف، فنقلت هذا أو غيرت نيتي من هذا المكان، هذا يجوز. لكن أن ألغي النية كما لو أن إنسانا خصص قطعة أرض لبناء مسجد وصلى الناس فيها قبل أن تبنى ولو ركعة واحدة، لا يجوز الرجوع فيها ولا تغيير نشاطها من مسجد لغير مسجد. بارك الله فيك. نعم جزاك الله خير شيخ الكريم. أم محمد دعما للقناة اتصلت علينا، جزاك الله خيرا يا أم محمد، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأن يبارك في الندى وفيكم. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. لو سمحت عندي أكثر من سؤال. تفضل تفضل. كنت عايز أسأل عن قصة المشهورة اللي بيقولوها بعض المشايخ عن سيدنا عمر، إن جاله واحد يشتكي زوجاته إن صوتها عالي، ويعني هي قصة مشهورة، سيدنا عمر لقى زوجة سيدنا عمر صوتها عالي، فالقصة دي فعلا حقيقية؟ وفي شيخ من المشايخ قال إن كانت واحدة تسأله عن حكم كشف الرجل، تلبس صندل أو شبشب أو كده، قال لها إن ده مش حرام، لأن أيام النبي عليه الصلاة والسلام كانوا الصحابة حفاة، كانوا بيمشوا في شارع حفاة والصحابيات، فده ما فيهوش أي مشكلة. برضو عايز أعرف الكلام ده صحيح. وليا أخت بتسمع دكتورة مشهورة يعني في العلاقات الزوجية، وبتقول إن ده مش حرام لأن هي ست زيها، وعشان تعرف يعني، ما هو أنا بتهيألي إن ده حرام. اللي هو إيه يا أمة الله؟ نعم؟ بتسمع لوحدة في علاقات الزوجية؟ الدكتورة في العلاقات الزوجية بتيجي في التلفزيون يعني بتتكلم في العلاقات الزوجية. طيب. وعايزة أقول لها حاجة يعني عن الموضوع ده، وحكم ظهور الإيد بالمنتقبات، اليد بس، كف اليد، بشوف منتقبات مش لابسة جوانتي وبيقولوا إن ده مش حرام، فعايزة أعرف الكلام ده صحيح ولا لأ. آخر سؤال ممكن؟ اتفضلي. سمعت برضو شيخ بيقول ان لو حصل مداعبة بين الزوجين اثناء الصيام فاليوم ده لازم يتعوض، الكلام ده صحيح ولا لا؟ يعني ما حصلش جماعة، مجرد مداعبة، فاليوم ده لازم يتعوض بيوم اخر. جزاكم الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا اختنا، في امان الله. نعم شيخ الكريم، ام محمد جزاه الله خيرا تدعونا، صلى الله عز وجل أن يبارك فيها وفي كل الداعمين، وبالدعاء ويعني بكل طرق الدعم. أمين. نحن نشكركم وصلى الله عز وجل أن يحفظكم وأن يخلف عليكم. يا أمين رب. يا رب العالمين. يا رب. الأخت التي تحتاج ظروفها سيئة وتريد من يكفلها، طبعا يعني أسأل الله عز وجل أن يتقبل وأن يرزقها وأن يرزقنا وأن يعفو عنا وعنها. أنت قلت كده بس يا أم محمد، فلو كنت قلت تفاصيل لعل كان أحد المتصلين يعني يتعاون معه إن شاء الله تعالى. أسأل عز وجل أن يرزقنا وإياها من فضله. النتيجة بيبقى فيها أحيانا عليها ذكر أو ذكر لله عز وجل أو بعض آية أو آية من كتاب الله عز وجل، هي ماذا تفعل فيها شيخ الكريم؟ أقول للسائلة الكريمة، إما أن تحتفظ بها بعيدا عن اللعب وأيدي الأولاد، وإما أن تقوم بحرق الجزء الذي فيه الآية أو الجزء أو ما فيه اسم أو ذكر الله تبارك وتعالى. نعم أمين يا رب العالمين. اللهم أمين يا رب. جزاكم الله خير. إياكم. أم محمد المتصلة الأخرى تسأل عن الخشوع في الصلاة وتشكو قلة الخشوع في الصلاة، ولعل الكثيرين منا إلا من رحم ربنا عز وجل يشكو هذا عندما يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى عز وجل.
أقول للسائلة الكريمة بارك الله فيها: ما فقد الناس الخشوع إلا عندما شغلت القلوب بالدنيا وهمومها وتكالبت عليها وكثرت الذنوب والمعاصي. أنا لا أقصد السائلة الكريمة، بل أتكلم عن حالنا جميعا كمسلمين إلا من رحم ربي جل في علاه. فعندما يشغل القلب بغير الله جل وعلا بهموم الدنيا ومشاكلها، من أين يأتي الخشوع؟ الخشوع لا يأتي إلا إذا نفضنا القلب من غير الله، تركنا على عتبة السجادة كما نقول هموم الدنيا ومشاكلها. فإن الإنسان في ذكر ربه، يعني في الصلاة، والله تعالى في قضاء حاجته، والعبد يتعجل، وهذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه. فأنصح نفسي قبل السائلة الكريمة أن نطهر القلب من هموم الدنيا، يعني عندما أقف أصلي بارك الله فيك لا أكون مشغولا بهموم الأولاد ومصاريفهم ومشاكل المدرسة وما يتعلق بذلك، حجيب منين وأودي فين، لي رب اسمه الكريم، وألقي همومي وحمولي على الله، وأستغيث بربي في سجودي أن ييسر لي ولأولادي ولجميع المسلمين. بذلك يأتي الخشوع بارك الله فيك. أنصح نفسي والسائلة الكريمة، إذا وقفت في صلاتك بارك الله فيك فاجعل الكعبة أمام عينك، كما قال أحد السلف الصالح حاتم الأصمي لما سئل كيف حالك عندما تصلي قال: كأن الكعبة أمامي أنظر إليها، متعني الله وإياكم وجميع السائلين بالنظر إليها من قرب يا ربي. اللهم أمين، لا تحرمنا الفضل يا الله، اللهم أمين يا رب العالمين، كأني أنظر إلى الكعبة والشوق إليه. تفضل. صلى الله عز وجل أن يرزقنا حج بيت الله الحرام. أمين يا رب. بعد هذا الاتصال أستاذ إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون واسمعنا من تليفوني يا استاذ ابراهيم من فضلك. استاذ ابراهيم السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا مرحبا. وطي التلفزيون. ماشي، ازيك يا استاذ احمد؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد والمنه، اتفضل. ليه؟ عندي كم سؤال كده يا شيخ ابراهيم يا شيخ احمد. اتفضل يا الخطوط تغير في بعضها ولا ايه؟ لا انت بس انت معلي التلفزيون، وطي التلفزيون وانت هتسمع كويس. ماشي يا شيخ احمد. اتفضل يا عم ابراهيم. سيدي انا في عم ابراهيم يهدينا ويهديك ربنا، وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون. هنفضل. ايوه يا عم احمد. اتفضل عشان وقت البرنامج نلحق نجيبك ونجيب الاخرين. عندي كام سؤال كده يا شيخ احمد. اتفضل، الله يرضى عنا وعنك، اتفضل. ماشي. ومعانا ولا ايه؟ انا سامعك يا عم ابراهيم، اتفضل. في واحد شغال فران وحصل له حادثه. ماشي. واحد شغال بتسمع نفسك عم ابراهيم، ومعاه حاطتهم في البنك وبياكل منهم هو وعياله وما عندوش اي دخل غيره. بنك اسلامي ولا غير اسلامي؟ بنك اي بنك. لا يعمل ايه بقى، حرام عليه ولا حلال؟ الحكم حاضر يا عم ابراهيم، في امان الله. شكرا عم ابراهيم على اتصالك، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذه منى السلام عليكم. ام اسلام السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ام اسلام عليكم السلام. اهلا مرحبا، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك يا ام اسلام، جزاك الله خير. يعني اخفضت صوت التلفزيون، ويا ريت اي حد يتصل علينا يعني يا يخرج خارج غرفه التلفزيون او يوقف خالص. انت عملت كده. اولا جزاكم الله خير على ما قدمتموه لنا، ربنا يرضى عنك واياك يا اختنا، الله يحفظك. الله يخليك. اولا دعم القناه يا رب يتقبل يا رب، بارك الله فيك، اتفضلي، ربنا يجزيك خيرا. نعم الله، نحن وإياكم. أسأل الشيخ سؤال لو سمحت. تفضلي يا مسلم، الله يرضى عنا وعنك، تفضلي. الله يخليك.
دكان متأجر ده حديث ولصاحب المحل دفع تأمين، فالتأمين ده هوت هيقعد 5 سنين، هل التأمين ده هوت عليه زكاة؟ التأمين اللي مع صاحب المحل؟ التأمين ده عندنا احنا دفع مبلغ تأمين على اساس لما يخلص المدة بتاعته هياخد التأمين، ولو في اي اصلاحات في المحل ولا حاجة هيتأمنها. نعم؟ حاضر حاضر واضح. أي. تمام. في سؤال تاني؟ جزاكم الله خير. وإياك يا أختنا، بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، الأستاذ محمد، العروض يعني عروض الزكاة، هل تكون بالسعر اللي هو اشترى به السلعة أم بالسعر اللي بيبيع به؟ ننظر للسؤال القبلي، السؤال الذي قبل الخشوع في الصلاة. بالضبط. ما أكملناه. نعم. طب ناخد أميرة. تفضل. جزاك الله خير سيدنا. أم أميرة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة أستاذ أحمد لو تكرمت، في امرأة لم توفق للحج عدة مرات في القرعة، وبعدين بتحتفظ بالمبلغ بتاع الحج لهذا الغرض، يعني هل يستحق عليها زكاة؟ هي بتقول يعني نعيش إلى للحج، لكن سبحان الله مر عليه الحول وتجاوزت النصاب، فالله يكرمك عشان نرد عليها. حاضر. وبعد إذن حضرتك، في واحدة عليها فوائد كثيرة في الصلاة كسنها كبير، فهل لما تصلي مثلا 5 فروض مع الفرض الاصلي اللي وقته يعني حاليا، هل تعمل تسبيح وتحميد وتهليل عقب حضرتك كل فرض، ولا لما تخلص ال5 فوائد كلها اللي هي بتعدها يعني مثلا بتقعد حوالي نص ساعه تصلي او ساعه، هل حضرتك تعمل تسبيح وتحميد وتهليل مره واحده، ولا عقب كل فرض حضرتك من الفوائد اللي عليها؟ والله يكرم حضرتك. هو جزء صغير من السؤال برضو، لما يكون المرء يعني خارج مثلا وراء اعمال كتيره وخرج من غير حضرتك ما ايه يسبح ولا يحمد ولا يهلي، يعني صلى الفرض وراح خارج، فحضرتك هل ده يبقى خالف سنة ولا يبقى ترك حضرتك او اثر في صحة الصلاة؟ وجزاكم الله خيرا كثيرا. واياك يا اختنا تامني لو عليك وسعة الله وبركاته. نعم شيخ كريم. فاقول للسائلة الكريمة في الخشوع بإيجاز شديد، تذكري الآخرة، الكعبة امامي، الجنة عن يميني، شوقي اليها، النار عن يساري، وكيف الهروب والنجاة منها، الصراط تحت قدمي وكيف حالي علي، من الناجين أم الساقطين المعذبين عفان الله إياكم، ملك الموت يجلس خلف ظهري، بمجرد ما أنتهي من صلاتي سيقبض روحي. الله أكبر. ده للإنسان يفكر فيه يدخل في الصلاة، في وقت الصلاة. إن فعل الإنسان ذلك يأتي الخشوع وتذهب الدنيا وهمومها إن شاء الله جل. صلى الله عز وجل أن يرزقنا الخشوع بين يديه سبحانه وتعالى. سائل يسأل ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لعلها سائلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا طمنونا على هذا المنبر المنير، أسأل الله عز وجل أن يحفظكم. هل تجاوز المحنة؟ وهل بأيدينا نحن البسطاء شيء غير الدعاء؟ جزاكم الله خيرا، الدعاء هو العبادة. ثانيا، والد زوجي 85 عاما، كان بحال جيدة ولكنه الآن طريح الفراش، لا حول ولا قوة إلا بالله. أقوم أنا وزوجي بإطعامه وسقياه وزوجي بالنظافة الشخصية، ولكني متعبة نفسيا من وضعه هذا، فكلما نظرت إليه بكيت على حاله، كيف أنه يرقد وينتظر الموت ويهدي بتخاريف ويشعر وكأن أحد ما يضربه على ركبتيه، فكل ذلك يؤلمني، هل هناك ما يمكنني أن أقوم به تجاهه، علما بأني حامل في الشهور الأولى ولدي طفلة 8 شهور، وكيف لي أن أهون على نفسي؟ وجزاكم الله خيرا. أن تفوض الأمر إلى الله، بارك الله فيك، وأن تكثري له من الدعاء، أن ييسر الله أمره ويحسن خاتمته، اللهم آمين، لأن الأمر بيد الله تبارك وتعالى ولا يملك الإنسان فيه شيئا. جزاكم الله خيرا شيخ كريم. الأستاذ محمد، عروض العروض بتاع عروض الزكاة، هل تكون بنفس السعر، سعر اليوم، أم اللي هو اشترى به، أم الذي يبيع به شيخ الكريم؟ أقول للسائل الكريم، فيما يتعلق بعروض التجارة كاملة فإنها تقدر بسعر بيعها وليس بسعر شرائها، ثم بعد ذلك يخرج عنها الزكاة إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خير شيخ الكريم. ما صفة الفقير المستحق للزكاة؟ الذي لا يكفيه دخله، وعندنا في بلدنا مصر لحد وكيل أول وزارة لو يده نظيفة لا يمدها للسرقة أو الرشوة يستحق الزكاة. صحيح. وأما السفينة نعم فكانت لمساكين.
يعني عندهم سفينة وربنا سماهم مساكين. نعم يعني نعم. الذي لا ترد اللقمة واللقمتين ما عندوش دخله لا يكفي للمتطلبات الحياة، مش السفة ولا الترف، مش تغيير السيارة وتغيير لا 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 أنا أتكلم دخله لا يكفي أكل وشرب ولبس وذهاب للطبيب ومصاريف الأولاد مدرسة وما إلى ذلك، هذا فقير يحتاج. جزاكم الله خير. شخص ادخر مبلغا من المال للزواج، فهل عليه زكاة؟ وهو طبعا مر عليه الحول وبلغ النصاب، يجب عليه أن يخرج زكاة المال بغض النظر هذا المال للزواج، هذا المال لشراء سيارة، شراء بيت، للحج إلى غيره، عليه أن يخرج عنه الزكاة ما دام بلغ النصاب ومر عليه عام هجري كامل. نعم جزاك الله خير شيخ كريم. إياكم سيدي. مبلغ في البنك طبعا ده حق ورثة، لعله يعني والورثة نعم. قصر وكده أتعاب المحامي، هم أعطوه الأتعاب من الفوائد من الأرباح أو ما يعني اللي هي الفوائد الربوية، أم كان الأصل أن يكون من أصل المبلغ أن يأخذ الأتعاب منها شيخ الكريم؟ الأصل أن الفوائد الربوية لا يجوز للإنسان أن ينتفع بها وأن يخرجها في مشروعات عامة كبناء مستشفى ومدرسة وما شابه ذلك. واحد يقول لك ليه مشروعات عامة؟ نقول أن الفوائد أتت من عدد من الناس لا نعرفهم وبالتالي نخرجها إلى مجموعة من الناس يستفيدون بها، لعل الله سبحانه وتعالى يأجرنا عليها إن شاء الله، فهذا هو الأصل. وبالتالي ما ينفعش أنا أنتفع بها ولا أعطيها لأخي المسلم هم انتفعوا بها فلا يجوز، وهذا ما يطمئن القلب إليه، عليهم أن يخرجوا من حر مالهم ليس بغض النظر عفوا من أصل المال أم من غير أصل المال، المهم من مال حلال وليس من الفوائد. نعم جزاك الله خير. وهو يسألكم الدعاء له بالزوجة الصالحة، أسأل الله أن ييسر له الحال وأن يرضيه به حيث ما كان يا ربي، اللهم آمين. آمين يا رب العالمين. أخونا محمد المتصل الثاني يعني عنده تقريبا أو رجل يعني عنده عقد عمل في دولة أوروبية وسيعمل في فندق، حكم هذا يعني الراتب من هذا العمل، وهل هذا العمل فيه موالاة للكافرين شيخ الكريم؟ أقول للسائل الكريم بارك الله فيه، معلوم أن الفنادق في غير بلاد المسلمين فيها القمار وفيها الخمر وهذا أمر أساسي، وبالتالي أنصحك ألا تذهب ولا تعمل في هذه الأماكن إلا إذا كان مكانا حلالا ليس فيه شبهة ولا خلاف عليه. وأضف إلى ذلك لكل من ينوي الهجرة أو يذهب إلى غير بلاد المسلمين أن يكون حريصا على عقيدته وألا يفتن في دينه وألا ينصهر في حضارة الآخرين كما يفعل كثير من الشباب، إلا كان السفر حراما، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وهذه نصيحة لكل الدنيا لكل الشباب، إذا رأيت أرض الكفر فر منها إلى أرض الإسلام بارك الله فيك، إذا استطعت أن تحافظ على عقيدتك وعلى صلواتك وإلى آخره والعمل مباح وحلال نعم يجوز أن تذهب، أما ما سألت عنه فلا يجوز شرعا. جزاكم الله خير شيخ كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أن نعمل فاصلا بين صلاة الفرض والسنة بأن نغير المكان أو نتكلم مع أحد ثم نكمل الصلاة؟ أقول للسائل الكريم ليس بالضرورة أن أغير المكان، وإن غيرت فلا بأس ولا حرج، وإن لزمت في مكانك ما في أدنى مشكلة بارك الله فيك، وليس بالضرورة أن أصنع فاصلا، فلم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أحرم نفسي الأذكار التي لها أجر وثواب هي تفصل بالطبيعة وبالتأكيد بين الفريضة وبين السنة. نعم جزاكم الله خير شيخ كريم. أمة الله تسأل عن صحة القصة التي ذكرتها، ان في رجل يشكي زوجته او صوت من زوجته انه عار، فنظر سيدنا عمر فوجد ان ايضا زوجته صوتها عال، فهل هذه القصة حقيقية شيخ الكريم؟ القصة صحيحة ولكن ليس بالمفهوم الذي يفهمه الناس اليوم. إذا ارتفعت كان صوت النساء إذا ارتفع ربما يعني بالكلام المحترم والمؤدب والكلام ربما تناقشه الرأي وتراجعه ويراجعها، اليوم نسأل الله العفو والمعافاة ارتفعت أصواتنا وأصوات الكثير من النساء والرجال ببذاءات لا تمت للإسلام بصلة، يندى الجبين لها أسفا وخجلا وحياة ويستحي ويعف اللسان عن ذكرها في هذا المكان أو في غيره حتى بين الرجل وزوجته، فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. يجوز للمرأة أن تراجع زوجها الرأي وتناقشه ولكن بأدب وهدوء حتى ولو ارتفع صوتها قليلا، ولكن ليس بالطريقة التي نراها في أيامنا اعتمادا على أن زوجة عمر كانت تصنع معه ذلك. مسألة أن المرأة تخرج يعني أن رجلها مكشوفة بصندل أو بكعب عالي أو ما شبه ذلك، وأن سمعت أحدا يقول على ما أعرفش بقى على شاشة ولا قناة، طبعا ليست قناتنا يعني الحمد لله رب العالمين، أن النساء كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسرن حافيات، فهل هذا صحيح؟ ولكن بعد هذا الاتصال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟ احمد اتفضل. سلامي للشيخ. سلامي للشيخ. انا كنت بس عايز اسال الاول سؤال بالنسبة لصلاة القصر والجمع. انا عادة لما بسال صلاة القصر والجمع كل الشيوخ غالبا بيجاوبوني على القصر والجمع كانه مش موجود. يعني نهايه مثلا مثلا انا كنت مسافر طنطا، لما باجي اسافر طنطا بسافر مثلا بعد ما اصلي الظهر، فبقوم مصليه العصر ركعتين جامعة قديم تحسبا لاي ظروف، لان مره حصل لي عطل يعني جه عليا المغرب وانا في الطريق لظروف يعني ايام الثوره والكلام ده وتعطلنا وكده، فانا ببقى دايما يعني كنت فاهم انه في جامعة قديم جامعة اخير، فالواحد لما ينزل الدور ممكن يصلي العصر. لما بوصل هناك طنطا بوصل بدري برده قوي، فبحس ان انا طب ليه صليت العصر؟ طب انا اعيده تاني ولا اعمل ايه؟ فقالوا لي لا هو خلاص كويس كده انك صليتي في مصر قبل ما تيجي قبل في القاهره يعني. ده اول حاجه. فكنت عايز اسال على ظروف الجمع، يعني الجمع بالذات يعني اجمع في الصلاه امتى غير المواضيع اللي العامه، يعني مش بتكلم على صلاه خوف بقى ولا حرب ولا كده، مش بتكلم على الانسان العادي. امتى حدود الجمع؟ لان كل الاولاد عندي بيجمعوا يقصروا على طول، جمع وقصر جمع وقصر، بقول لهم مفيش جمع، يعني اعرف ان الجمع يوم السفر لكن مش في الايام اللي بنروح نقيم ونقعد في البلد. دي حاجه عايز اعرفها بتفصيلها معلش من الشيخ يعني. الحاجه الثانيه ان انا كنت عايزه اسال على القصر ده، هل بيجوز للمحبوس؟ يعني في انسان محبوس انسان مسجون، المحبوس ده لان انا سالت السؤال ده، المحبوس ده اللي هو فجاه مثلا اتحبس يعني اتاخد في اسم او اتاخد في مكان ولسه مش عارف هو يعني لا لا ظروفه ملخبطه يعني حتى مش عارف هو هيتحبس هيبقى على ذمه قضيه هيبقى 4 ايام هيبقى الكلام ده كله، هل بيجوز له القصر برضه والجمع في الحاله دي؟ ده غير المسجون بيبقى عارف خلاص عليه حكم قد ايه او كده. واضح. انا بتكلم على المحبوس الفجائي يعني اتاخد ولخبطه بقى يعني مش عارف يعني فاهم حضرتك ازاي يا استاذ احمد؟ عايز اعرف ده بيجوز له بقى قصر برضه وقصر وجمع وحاجات كده ولا ما يجوزلوش؟ دي حاجه لان انا سئلت فيها. الحاجه الثانيه ان انا كنت سالت حضرتك وسالت الشيخ شعبان قبل كده على موضوع برضه حديث اللي هو بتاع الثعبان الاقرع وكتبت وراه وقال لي على رقم حديث وانا برضه مش ما عرفتش اوصف، يعني مش عارف هو ده بيبقى في الاخره ولا في القبر، بس عايز حتى المختصر يعني هل الثعبان الاقرع ده فعلا بيبقى في الاخره يعني بيبقى في اليوم القيامه ولا بيبقى في عذاب القبر نفسه في القبر؟ يعني ما عرفتش برضه اوصف مش عارف. طيب. برضه مش عارف ارد على الناس، انا كده حد سالني ما مش عارف ارد. طيب حاضر في امان الله. وعليكم السلام. الله يخليك. مع السلامه. وعليكم السلام. طب ناخد الاتصال الاخير احنا كده مش هنلحق نجيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. طب شكرا. معانا ولا مش معانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا مرحبا. أيوة. ليه الناس مش بتوطي التلفزيون؟ اتفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا فندم. الله يرضى عنك ويحفظك. الأستاذ أحمد. أهلا ومرحبا. تفضل. يا جماعة نوطي التلفزيون الله يرضى عنه وعنكم عشان بالله عليكم وقت البرنامج أنا معايا أسئلة كتير. نعم. عاوز أسأل سؤال الأولاني. أنا معايا حضرتك. نعم. حاضر. في معايا عملة من السعودية اديتها لواحد مسافر عشان عملة قديمة دي طبعة قديمة عشان يغيرها له جيبها من هناك، بعتها لي دولار. موقف البتاعة دي داخلة تبع الربا أو تبع يجوز او لا يجوز يعني؟ حاضر وشكرا. واياك يا عمي وعكس حكايه طول الوقت يا شيخي ده همنا بالفعل. نعم. أمة الله القصه صحيحه، كشف الرجلين للمراه، وهل فعلا النساء كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسرن حافيات؟ هذا كلام غير صحيح. فما اكثر الذين يتجرؤون، اصبح الدين الكلام في الدين الان بالراي والفتوى بالهوى. وانا بسال اللي بيقول انهم كانوا هم شافوا الصحابه وشاف الناس الافاضل دولي، نسال الله العفو والمعفاه. عوره المراه جسدها كله عوره. عاد الوجه كفين في الصلاه، في خارج الصلاه ما يطمئن القلب اليه، كل بدنها عوره. جزاكم الله خيرا. ذكرت ان في دكتوره تتكلم عن العلاقات الزوجيه في يعني في التلفزيون او في بعض القنوات، فما حكم مشاهده مثل هذه البرامج شيخي الكريم؟ هذا من عفن الزمان الذي نعيشه. نسال الله العفو والمعافاه.
هذا من المجاهرة بالعصيان. حتى إذا كانت هناك مشكلة ما ينبغي أن تطرح على العامة في مثل هذه المواضيع التي تثير الشهوات لدى الشباب ولدى. هذا خدش حياء فاضح، نسأل الله العفو والمعافاة. هذا يكون في غرفة، هذا يكون في عيادة خاصة، تنصح صاحبة المشكلة أو صاحب المشكلة فقط، لكن على ملأ من الناس هذه جرأة على الله وإهدار للحياة وقضاء على القيم وعلى الأخلاق. وأصبحنا الآن عن الأمرين، نسأل الله العفو والمعافاة. حكم كشف اليدين للمنتقبة. قلنا أنه دائما وأبدا النقاب رأيان فيه، رأي يرى أنه معنى النقاب يعني كل يتغطى، تمام. جمهور أهل العلم أنا معهم وأدميل ليهم أنه ينبغي أن يكون واجب، ورأي يرى أنه ليس واجبا وإنما هو فضل وليس فريضة، فعلى هذا كشفه ليس بشيء فيه، لكن من الأفضل ما دمت قد انتقبت أن تلبس الجوانتي بارك. والممنوع دائما مرغوب. نعم. يعني نعم. المداعبة بين الزوجين دون الجماع، طبعا يبدو أن هذا في يعني في رمضان. في رمضان هل يعوض هذا اليوم أم ماذا شيخي الكريم؟ إذا تمت هذه المداعبة وفقط دون أن تتحرك الشهوة ولم يتم إنزال حتى ولو مزي أو ما ذلك، فالصيام صحيح. وإن كان يعني يلعبون في المحظور ويقتربون من الوقوع في الحرام والمحرم شرعا، لأنه في نهار رمضان حرام. أما إذا ثارت الشهوة ونزل المزي أو المني وجب عليهما القضاء من غير كلام وسلام. جزاك الله خير. أستاذ إبراهيم، رجل يعمل في الفرن فران يعني خباز، وربما تعرض لحادث ومعه مبلغ من المال وضعه في بنك، فما الحكم شيخي الكريم؟ إن كان بنكا إسلاميا فلا بأس ولا حرج، أما إذا كان بنكا ربويا فلا يجوز شرعا. ينقل ماله إلى بنك إسلامي ويأخذ الفوائد منه أو العائد منه بمعنى أصح وينفقها إن شاء الله. التأمين، يعني لو واحد مستأجر محل وأعطى صاحب المحل تأمين، التأمين ده عليه زكاة؟ إذا بلغ النصاب هذا المبلغ اللي موجود عند صاحب المحل ما يعادل 85 جرام ذهب، يعني إذا حوالي 25,000 أو يزيد بسعر اليوم نفسها، ومر عليه العام، فيجب عليه أن يخرج زكاته لأنه مضمون رجوعه. أما إذا كان هذا المال لم يبلغ النصاب أصلا فليس فيه زكاة مال. جزاكم الله خيرا. أم أميرة، امرأة لم توفق يعني في الحج أكثر من مرة ومع المبلغ وبلغ النصاب، هل عليه زكاة أيضا؟ نعم، عليها أن تخرج الزكاة ما دام قد بلغ النصاب 85 جرام ذهب ما يعادلها ومر عليها عام هجري إن شاء الله. الفوائد الكثيرة لعلى الكثيرين منا، لو صلتها أختنا أو غيرها، يعني هل بعد كل فريضة تصليها تقوم بالأذكار أم بعد الخمس فرائض تذكر مرة واحدة شيخي الكريم؟ أقول للسائلة الكريمة، عندنا رأيان في قضاء الفوائد. رأي نعم. الجمهور مع كل فرض مثل ما تفعل، ورأي ابن تيمية شيخ الإسلام رحمة الله عليه تكتفي بصلاة النوافل فقط لغير، وأميل رأي ابن تيمية لقوة دليله مع كامل حب واحترام لفقهائنا العظام مصابيح الأمة جزاهم الله عنا خير وبارك الله فيهم. أما إذا أخذت برأي الجمهور وصلت مع كل فرض هو تسبيح واحد فقط عقب الفريضة الأصلية، أما الفوائد فلا تسبيح بعدها. نعم، صلى وخرج دون الأذكار عقب الصلاة، فهل عليه وزر؟ نعم، صلاته صحيحة ولا وزر عليه. ربما كان مرتبطا بسفر أو موعد ثم أخذ يردد الأذكار وفي طريقه لا بأس، حتى وإن لم يرددها حرم نفسه الخير وصلاته صحيحة. أم أحمد، ومسألة الجمع والقصر، مسألة السفر إلى طنطا من القاهرة إلى طنطا، ولو صلت العصر مع الظهر جمع تقديم وذهبت ولسه في وقت، هل تعيد الصلاة أم ماذا شيخي الكريم؟ أقول للسائلة الكريمة، ما دمت قد جمعت قصرت وجمعت جمع تقديم حتى وإن وصلت المكان الذي ذهبت إليه قبيل صلاة العصر أو بعد أو عند صلاة العصر ما زال فيه متسع، فلا تعيد صلاتك والصلاة صحيحة لأن الله قد شرع لنا ذلك. واعلمي أن القصر والجمع إنما يكون يوم السفر بعيدا عن عرفات ومزدلفة وما إلى ذلك، إنما يكون يوم السفر ذهابا وإيابا، تقصري تجمعي. أما عند إقامتكم الثلاث أيام الأربعة أيام حسب ما ورد في الفقه والثابت من أهل من علمائنا الأكارم، القصر فقط دون الجمع لأنك أصبحت مقيمة. نعم، جزاك الله خير. وأطاهية سألت هل الجمع يكون يوم السفر ومتى أجمع بين الصلاة، حضرتك أجبتها جزاكم الله خيرا. لو واحد، نسأل الله العافية، يعني في موقف كما قالت محبوس على ذمة قضية، ماشي حصل معه حاجة أيا كان، ويريد أن يصلي ولا يعرف ظروفه، هل يجمع والقصر في حقه؟ لا يقصر ولا يجمع. وليس من حقه قصر ولا جمع، إنما يصلي الفرض بفرضه، معه الساعة، المحبوسين حواليه معهم ساعة، ممكن نسمع الأذان يقوم فيصلي، لو مش مأ له أن يتيمم ويصلي في مكانه. جزاكم الله. لو لم يعلم القبلة على أي اتجاه؟ جزاكم الله خير.
سؤالها المتكرر أختنا الفاضلة أم أحمد الثعبان الأقرع، هل يكون في القبر أم يوم القيامة شيخ؟ إنما هو في القبر وليس يوم القيامة، في القبر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر كان موجود يوم القيامة. نعم موجود في الزكاة اللي هو خافي في يوم القيامة، وموجود في عذاب القبر بالنسبة للمصلي عدم التارك الصلاة في القبر، نسأل الله العفو والمعافاة. يعني نسأل الله العافية وينجينا من هذا وذلك. يعني نسأل الله العافية. العملة تغيرت، أخونا الكريم أرسلها مع أحد إلى السعودية، ربما عاد بها دولارا أو بالدولار، فما الحكم شيخ الكريم؟ لا بأس ولا حرج ما دامت اختلفت العملتان فبيعوا كيف شئتم. المحرم لو أنه باع له الريال القديمة بريال جديد مع زيادة في أحد الطرفين فهذا ربا بعينه لأنها عملة واحدة، لكنه باع هذه العملة واشترى بها دولارا حتى وإن زاد سعره هنا أو هناك فلا شيء فيها إن شاء الله. شيخنا الأستاذ فضيلة الشيخ سامي السرساوي بارك الله فيكم، عاش في الآخر طبعا، يعني أنا عجلت مع حضرتك ولكن حق المشاهدين والمشاهدات، وجزاكم الله خيرا والله، أحبكم في الله، أحبكم الله الذي دعوتنا لأجله، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمكم وألا يحرمنا هذه المجالس. آمين آمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وأن يحفظكم وجميع المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، وأن يحفظ الندى، وأن يجعلكم دائما معنا دعما لقناة الندى. آمين آمين يا رب العالمين. تواصلوا على الأرقام التي تظهر تباعا خلال اليوم على شاشتكم المفضلة قناة الندى، أسأل الله عز وجل أن يديمها علينا جميعا. هذا والله توفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام. فاسألوا أهل الذكر